أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقه تصريحات حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي بعد وصوله الفاشر يوم الاربعاء، وذلك حول نهب مقر اليونميد. وأيضا حنقدم كلمة من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تجمع المهنيين بشمال دارفور بشأن نهب مقر اليونميد. وحنبدأ بكلمة حاكم إقليم دارفور. نقدم اعتذار كبير جدا للمجتمع الدولي ولدول المانحين مانحة التي قدمت ودفعت من أجل دارفور وأسست مدينة كاملة اسمها سوبر كام في اليونميد، وتركت لنا مدينة بحكم بأننا كنا مظلومين أهل دارفور، ولذلك كان في مدينة موازية للفاشر تم التأسيس بتاعتها. وأنا ومن معي من الأهل وقادة في حكومة الأقليم وفي حكومة السودان بصفة عامة وقوات المسلحة، نحن لن نتهم مواطن، بل نتهم أنفسنا ونلوم أنفسنا ونعتذر على المواطنين على هذا العمل الشنيع الذي حصل. قد اجتمعنا وقررنا أن يرجع كل شيء الذي تم النهب، يجب أن يرجع. وإن لم ترجع، الشخص أو مجموعة أو تنظيم أو جهة التي قامت بالنهب الذلك وهي معروفة يجب أن تكون منبوذة للدارفور وللسودان بصفة عامة. والكلام الذي تم لا يشبه أبدا لمجموعة وشعب من الضحايا الذين ضحوا، والعالم كله تكلم فيهم، وعالم كله قام بالدفع مبالغ طائلة جدا وكونت بعثة، وكانت في يوم من الأيام أكبر بعثة وأغنى بعثة في العالم. واليوم تنهب تلك المواد من القوات نفسها، وأنا لا أريد تسمية القوات، كل من يحمل السلاح فهو يعرف أنه قوة. فلذلك نحن قررنا بأن نرجع كل الذي تم نهبها وتسليمها لشرطة. التزمنا أمام الاجتماع وكلنا التزم بأن يقوم بجهد كبير جدا بإرجاع ما تم، ونجعل من هذا اليوم حتى هذه اللحظة لم يتم التقسيم، خل الأشياء ترجع بعد ذلك الناس تقرر في التقسيم أو أهل دارفور يقرروا في التقسيم، فهذا ما تم. ننتقل الآن إلى كلمة المحامي محمد سالم عضو تجمع المهنيين في شمال دارفور، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في الفاشر يوم الأربعاء تنديدا بنهب مقر اليونميد. حقيقة الليلة نحن واقفين وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في معدات البيس المشتركة الموجودة بدارفور المعروفة بيونيميد، والتي قامت بها لجنة أمن الولاية بكل مكوناتها والحركات المسلحة بالولاية في الزمن حصر التجوال الذي كان فيه المواطنين يقبعون في مساكنهم. اختلف هؤلاء المسلحون في نهب غنائم اليونيميد واستباحوا اليونيميد ونهبوا المال العام. كل مدينة الفاشر ترى الآن إن القوات المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع والحركات المسلحة بمختلف مسمياتهم وبحضور الوالي وحاكم الإقليم قد نهبوا أموالنا، نهبوا أموال الشعب السوداني نهارا جهارا وأطلقوا النار وروعوا المواطنين. إننا ندين مثل هذه التصرفات ونطالب بلجان تحقيق مستقلة من المجتمع المدني وليست منهم، لأننا نشك في السلطة العاقمة ونشك في المكونات العسكرية الآن والأجهزة التي تعمل معها. لذا نحن كمواطنين جينا نفضح النظام الحاكم وجينا نقول إن هؤلاء هم لصوص وحرامية ونهابة. ليست هناك حكومة وليست هناك دولة، هناك مجموعة نهابين نهبوا خيرات الوطن في وضح النهار وهددوا وروعوا المواطنين بالسلاح. إننا واقفون هنا ومطالبنا كالآتي: مطالب تجمع المهنيين ولاية شمال دارفور إقالة حاكم الإقليم لفشله تماما في إدارة حكومة الإقليم، إقالة والي شمال دارفور لفشله تماما ولجنته الأمنية ومساءلته ومحاسبته. لا يمكن أن نسكت والمدينة كلها تتكلم أن هؤلاء قد اغتنموا أموال اليونيميد وذهبوا بها إلى بيوتهم وإلى أهاليهم وزويهم وبقوها في الأسواق. لن نسكت،
إننا نشاهد وسنموت من أجل بناء وطن حر ديمقراطي يسود قيم الحق والعدالة وسيادة حكم القانون. لذا هي وقفة تجمع المهنيين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم بمدينة الفاجر، والثورة مستمرة والردة مستحيلة. في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.